مجلس النواب كان أعلن انتخاب وكيل البرلمان سليمان وهدان لمنصب نائب رئيس المؤتمر الإفريقي العربي المنعقد حاليا في العاصمة الاقتصادية لساحل العاج أبيجان في الفترة ما بين 4 و5 مايو. بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة لرئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي وكلمة رئيس المجلس الوطني في كوت ديفوار، وتلاها الجلسة العامة واللي شهدت إجراءات انتخابات مكتب المؤتمر من حيث الرئيس والنائب والمقرر. من المقرر أنه يتم إقرار جدول الأعمال وعمل لجنة المتابعة وتبادل الآراء حول زيادة التبادلات بين البلدين العربية والإفريقية من أجل طبعا تحقيق تنمية مستدامة. احنا معانا عبر الهاتف النائب احمد سميح عضو مجلس النواب. اهلا بيك سيادة النائب. اهلا بيك استاذ سمر، ومساء الخير على مشاهدينك الكرام. مساء الخير عليك. يعني سيادة النائب لو تطلعنا على تفاصيل اولا هذا المؤتمر، وصلنا فين بعد ما تم انتخاب وكيل البرلمان سليمان وهدان لمنصب نائب رئيس المؤتمر الافريقي العربي، واحنا سامعين بانه في يعني احتفاء بمصر وتواجدها وعودتها مره ثانيه يعني الساحه الافريقيه. والله هي طبعا الخبر السعيد في الايام دي والجمال كله هو عوده فعلا مصر دورها الريادي العربي والافريقي في ان يبقى وكيل مجلس النواب المصري هو نائب رئيس المؤتمر الافريقي العربي. المؤتمر الافريقي العربي ده يعني فتح الباب دائما الى مجال تنميه مستدامه بين البلدان العربيه والبلدان الافريقيه. احنا كمصر كانت دايما معروفه على مدار تاريخها بانها لها تواجد افريقي بل وزعامه وقياده افريقيه. يمكن جه في وقت من الاوقات وبدات هذه الزعامه وهذه القياده تنحسر، لكن الحمد لله من رضا ربنا علينا في هذه الايام وعوده الروح المصريه من جديد ان يبقى انتصار كبير ان تبقى وكيل البرلمان المصري يبقى نائب رئيس المؤتمر الافريقي العربي وعوده مصر الى تاثيرها. وبالتالي ان شاء الله احنا بننتظر الكثير من التعاون بين البلدان العربيه والافريقيه مما يعود على مصر واهل مصر بخير ان شاء الله وبتنميه مستدامه وبتبادل تجاري وتبادل ثقافي. ودايما مصر كانت طب اسالك برضو، ناس عايزه تعرف ايه اهميه هذا المؤتمر، يعني المؤتمر الافريقي العربي، هل هو بالفعل مؤتمر مهم يعني في تطلع ليه سواء كان من الدول الافريقيه لتعاونها مع الجانب العربي؟ يا فندم، أهمية أي تجمع بالذات لما بيكون تجمع قاري، يعني معايا قارة أفريقيا بالإضافة إلى الدول العربية سواء كانت تنتمي إلى القارة الأفريقية أو قارة آسيا، أي تجمع بيهدف إلى التنمية بيعود أكيد على بلدانه بالخير. يعني إحنا يعني يهدف هذا المؤتمر في أساسه وهذا التعاون في أساسه إلى أن يتم تبادل تجاري وتكامل اقتصادي، ربما نصل إلى تكامل اقتصادي لو فعل هذه المؤتمرات فعلت بدرجة كبيرة على الأرض وفي الواقع بيحس بيها المواطن في كل بلد من هذه البلاد. احنا بنشوف النهاردة تجمعات أوروبية، تجمعات آسيوية، شرق آسيا، ده احنا بنشوف احنا الوقت بيعملوا ايه، كله بيتجه الى التكتلات والتجمعات. فكل ما كان هناك تكتل وتجمع، ومعروف ان القارة الافريقية هي بلد الخامات، هي قارة الخامات، هي قارة الكنوز اللي موجودة في الارض، لا ينقصها فعلا الا هذا التعاون بحيث ان تخرج هذه الخامات في شيء من التكامل بيعود اكيد على البلدان اللي مشتركه في هذا المؤتمر واللي في هذا التكامل بالخير. انا بشكرك النائب احمد سميح عضو مجلس النواب.